حنان محمد من مدينة فاس مغربية مقيمة في بروكسل. كنقدم كل هو طرب هادف وجميل، طربي إنساني اجتماعي واللي يقدر يأثر في المجتمع ويعطي رسالة جميلة. هي جمعية أمينارت، هي جمعية عاد كتشق طريقها، أنا عضوها في الجمعية. استدعوني باش ندير حفل هاد إن شاء الله هاد الجمعة 7 أكتوبر بقاعة زينيما. حفل هو نداء للسلام، دونك يعني عطي واحد رسالة للسلام والتحاور الأديان والتعايش مع جميع الجنسيات وجميع الديانات. رسالة باش نكونوا أصلا كجمعية وكفنانين عاطين واحد صورة جميلة للإسلام، ولكن هادشي انطلاقا من العمل الفني. هي سهرة هو فنانين اللي هي أنا حنان محمد والفنان الكبير رشيد المنصوري، هما نوعين من الطرب. يعني هو الفنان رشيد المنصوري معروف أنه يعني عنده واحد النوع ديال الفنون، يعني اللي هي إعادة الإنسان إلى رحم الإنسان، فهو شكل جميل جدا، شكل راقي. وحنان محمد غادي تقدم يعني أغاني مختلفة طربية لأم كلثوم فيروز، ودائما كيدخل في النطاق الجميل الهادف. ونختموا إن شاء الله بأغنية لأن مناسبة المسيرة الخضراء، أغاني وطنية باش نشاركوا معنا المغاربة بفرحة المسيرة الخضراء. داكشي اللي كنتمنى، ويعني نتمنى الناس يكونوا حاضرين، وهي يعني سهرة منتظرة. يعني سي ان ديو اللي ما بين حنان ورشيد، يعني الناس كانوا كيتسناو هاد السهرة نظري انها كانت لغات الاسباب اللي كانت وقعت الاحداث الارهابية، كانت غتكون مقررة في شهر مارس ولكن حنا اللي كنا منظمينها. دابا جات الفكرة من جمعية أمينارت اللي جات تنظم هاد السهرة، خذات الفكرة وتبنت الفكرة، ويعني الناس منتظرين ان كانوا متشوقين يسمعوا سهرة كاملة. ظهرنا في سهرات في دي ديو ولكن ما كانش سهرة يعني انا ورشيد المنصوري. اللي هي اول سهرة لحنان محمد يعني في بلجيكا، اول سهرة كاملة. يعني نتمنى وناس يجيو انني دائمني انا، لان الجمعية ما اول سهرة هي ديالها وما كاينش الدعم تماما، ما لقاوش الدعم لا من سفارة ولا من يفول دي غوسي لي شوز كوميسون. يعني وقعت مشاكل يعني في هاد المشكل، كان وعود ما كملتش. فانا يعني السند ديالنا والسند الجمعية هو ان احنا تجي على الفن وتجي على الجمعية على المسار ديالها، ان الناس يجيو بكثافة باش نقدروا على الاقل احنا ما نتخلصوش، احنا يعني ماشيين يعني دعم للجمعية، على الاقل نغطيو غير المصاريف. كلمة أخيرة هو شكرا لكل من دعم يعني هذا وإيميغو 24 بيان سيغ الحضور ديالكم. شكرا للحاجة السيد اللي كنبغي نشكره دائما هو ميلود جلول، وكنشكر أي واحد يعني ساهم من قريب أو من بعيد. نتمنى تكون سهرة ناجحة.